إذا أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام، عدنا لكم مجددا من خلال هذا البث المباشر. أكيد حب أسرة الأمن في المغرب بكل صدق. هذه الأرقام اللي كتسجل اليوم فكتحطم كل الأرقام القياسية المسجلة سابقا في الدورات ديال الأبواب المفتوحة في مراكش كازا في طنجة. أكيد مدينة فاس حطمت فيها الأرقام. كتشوفوا عدد كبير من الزوار الآن اللي حجوا نحو الأبواب المفتوحة من أجل الاستمتاع بطبيعة الحال بالعروض اللي كتقدم لداخل ولزيارة الأروقة ديال الأبواب المفتوحة. عشرات بل مئات الآلاف لربما أول مرة كيتسجل هذا الرقم. كتشوفوا أنا قلت يعني غير حيد الحساب وشوف يعني المشهد، يعني الحساب لربما ما غينفعش دابا لأن العدد خيالي، العدد يفوق يعني الآلاف ديال الزوار الآن اللي حج بكثافه. متابعينا الكرام، شارع يعني محمد السادس ملوء عن اخرين، مازال الزوار كيجيو كيتوافدوا من واد فاس، من حي طارق، من حي بادر، من عين السمن، من زواغان، من سودان، كل احياء يعني بن دبال 45 وفاق عين هارون، كل احياء بطبيعه الحال جاو الساكنه ديال العاصمه العلميه حجت بكثافه هنا. كذا كتشوفوا حنا في المداره ديال الكتاب، كل شيء ملوء عن اخره. هاي المداره ديال الكتاب متابعينا الكرام كما كتشاهدوا. كنحاول انني نقربكم من الصوره ولو انه بطبيعه الحال يصعب باش نقلوا الصوره الحقيقيه لان العدد يفوق لربما ما تشاهدونه في الشاشه. فشيء يدل على شيء، فكيدل على النجاح ديال هذه النسخه اللي انبهار ديال السكينه العاصمه العلميه بطبيعه الحال بالعروض المقدمه. كتشوفوا اكيد يعني الزوار اللي كاينين داخل الابواب مفتوحه وبالخارج يعني عدد يفوق لربما داكشي اللي كاين لداخل. كتشوفوا قلت الالات لربما ديال الحساب سوف تتوقف لان العدد خيالي. اذا دائما قلت العلم المغربي يرفرف هنا من عاصمة العلميه. الابواب مفتوحه تحطم فيها كل القياسات وكل الارقام القياسية بطبيعة الحال. شوفوا إقبال منقطع النظير، كنحاولوا لنا نزوميو على الداخل ديال الأبواب المفتوحة. كتشوفوا العدد الكبير اللي كاين خارج المعرض. أكيد لربما اليومين اللي دازوا فكان مناظر إعلامية اللي حجت بكثرة أزيد من 74 منبر إعلامي اللي حج البارح ونقل بطبيعة الحال ما يقع. القناة ديال شوف تيفي كان لها حصة الأسد من النقل المباشر ومن التغطيات الحصرية، فلربما الشهية ديال المواطن زادت يعني تفتحات الزيارات لربما المعرض. وكما كتشاهدوا هذه الصور المباشرة لخير دليل على ما ننقله لكم متابعينا الكرام. مازال كاين السلسل لحد يعني الويكاند فغيكون العدد لربما خيالي. فهنا بطبيعه الحال السلطات الامنيه غتتوجد لربما غدا وبعد غد لان باش يكون جمع هذا العدد. فيوم السبت والاحد فغي لربما غيكون تريبل ولا الدوبل ديال هذا العدد. فهنا خاص بطبيعه الحال التحضير مسبقا لان اليومين الاخيرين غيكون لربما حسب يعني التوقعات، لان كتشوفوا الجمعه والمنطقه ملوعه على اخرها هنا في مدارات الكتاب. غنمشيو للجهه الاخرى متابعينا الكرام تشوفوا. اذا كتشوفوا في هذا الشارع يا محمد السادس ايضا العدد يعني هنا كيتضاعف او لربما التريبل ولا اكثر كما كتشاهدوا معنا هذه الصوره ايضا. إذا هنا شارع محمد السادس غنحاول نزومي لكم. حب الأمن الوطني من طرف المواطن، فشرطة مواطنة أكيد كما كتشاهدوا معنا متابعينا العدد مازال كيتضاعف. تحية عالية لرجال الأمن الوطني.
غنرجع معكم متابعينا.